السلام عليكم. رح نبدي اليوم موضوع إشارات المرور أو الروت ساينز. دائما الطلاب يعانون من عندها، مع العلم هي جدا سهلة، تجي ثلاثة من عندها بالامتحان. ممكن أكو قسم تجيهم أكثر، واللي تجي أكثر هذا محظوظ طبعا، اللي تجي أكثر من ثلاثة، لأنه سهلة ما يراد لها تفكير، مجرد أنه استذكار. تستذكرون الإشارة مع الشارع. فرح ناخذ السؤال ونشوف، نترككم فد وقت ثواني ونشوف تختارون الإجابة الصحيحة. Which of these signs means turn left ahead؟ أي وحدة بتخبرنا turn؟ تعرفون الدوائر الزرقاء اللي لونها أزرق بتعطينا instructions، تعطينا تعليمات، فاختاروا الجواب ونشرحهم. نعم، الجواب هو رقم B. فالجواب رقم 2 اللي هو هذا، انه تين لفت اهيد. تعرفون الدوائر اللي لونها ازرق ان هي تعطينا انستركشنز، يعني هذه مثلها مثال عليها، انه هذا ابقوا ويا اتجاه السهم، كيب ان ذا دايركشن اللي موجود. هذا انه دي يقول لنا ابقوا على اليسار، كيب لفت. وهذا انه باس ايذر دايركشن ريتش سيم ديستنيشن، اللي دائما اقولهم هذه مثلا عماره، وهنا اكو ميدل ايلاند، فتروحون يسار توصلون العمارة، تروحون يمين توصلون نفس العمارة، فسيم ديستنيشن تبع الديستنيشن اللي هو منو هذا. وهذا كيب السؤال ده يقول كيب او تيرن ليفت، العفو تيرن ليفت، تيرن ليفت اهيد، يعني بنمشي وبعدين بنطلع على اليسار. سهل الجواب، بس اهم شيء اهم شيء انه نعرف الدوائر اللي لونها ازرق تكون انستركشن، هي اوردر طبعا اوامر، لكن الاشياء اللي نسويها. الدوائر الحمراء الاشياء الممنوعه، الريد او معناتها نو، بينما الدوائر لونها ازرق الاشياء اللي مسموح نسويها. مثلا اعطيكم مثال اخر، مثلا شفتوا ترام داخلها، ترام هذا ترام وهالشكل، هذه العلامه مالته، فمعناتها فقط الترام يدخل من هذا الشارع، اي شيء اخر ممنوع. مثلا شفتوا بيدستين داخل الدائره، ففقط البيدستين مسموح له يدخل داخل الدائره، عداء ممنوع. مثلا بايسكل، فقط البايسكل اللي يدخل، بينما بالدائره الحمراء لا، بالعكس الممنوع. هاي الدائرة الحمراء مثلا إذا شفتوا ترام، معناتها الترام واحدة اللي ممنوع، كل شيء آخر يدخل. فهذا الفرق، الأحمر الممنوع والأزرق اللي مسموح. البرزنتيشن شلون تمشي الأمور. فهنا هذا الشرح عليه، اللي يحب ياخذ له لقطة ويترجمه ويشوف انه blue circle tell you what you must do and this sign gives a clear instruction to turn left ahead. You should be looking out for signs at all times and know what they are mean. يعني هنا انه لازم طبعا لما نمشي بالشارع، انه مو احنا سايقين ونبوع على الستيرن على السكان، لا طبعا اكيد لازم نبوع على الشارع على العلامات اللي موجوده بالشارع. فالهدف من عنده انه لازم نكون منتبهين حتى لا ناخذ غرامات. زين. In some narrow residential streets you may find a speed limit of. بعض المناطق اللي هي تكون residential street، المناطق اللي هي سكنية، فيقول انه speed limit ايش قد تكون speed limit؟ 20 25 35 40. نعم، بعض المناطق السكنية بتكون السرعة هي 20، خاصة اللي بيها السبيد هامب، المطبات هذه هي تخفض السرعة. In some built up area you may find the speed limits reduced to 20. Driving at slower speed help gives you the time and the space to see and deal with safely with hazards such as pedestrian and parked cars. لان تعرفون بالمنطقة السكنية لو نشوف الشارع الموجودين انتو بس باعوا من الشباك، شوفون صارت باركت منا ومنا، اكو ناس حركة خاصة هسه عطلة. فلازم انه كل ما نكون بطيئين كل ما احنا نقدر نتعامل ويا اي خطر يظهر لنا فجأة بسهولة بأمان. What does this sign mean؟ شنو معنى هذه العلامة؟ هذه العلامة طبعا تشوفوها واحد يفرح من يشوفها، لانه معناتها انه تقدرون تخلون السيارة بأمان، ما تجيكم غرامات طول الوقت، ليل نهار صبح مساء، ما بيها اوقات. فمعناتها وهي كانت كنترولد، كانت كنترولد وهسه انتهت. فنشوف الاجابات: end of restricted speed area, end of restricted parking area, end of clear way, end of cycle route.
فالجواب هو B. نعم الجواب B انه هو الـ end of restricted. كانت controlled parking restricted او control معناتها نفس المعنى. شنو معنى controlled؟ انه اللي هي الدائرة تكون حمراء لونها احمر وازرق تكون بهالشكل، وهي بها اوقات، الاوقات اللي بلوحة ممنوع الباركينج، خارج الاوقات مسموح، معناته بالاوقات بها كاميرا بتنطينا غرامات، خارج الاوقات تخلون السيارة. هذه الحالة. لكن من صارت اسود وابيض فانتهت خلاص، ماكو بعد كنترول باركينج زون، انتهت الريستريكشن، يعني تقدرون تخلون السيارة بامان ايش قد ما تريدون، تروحون مرتاحين انه ما تنسوها مرات او تجيكم غرامة. فهنا انه end of restricted تبع الباركينج دائما تذكروا هي باركينج وانتهت الريستريكتد، اوكي، او انتهت الكنترولد. الكثير ويدي الخطوط الحمراء، فهذه مش الخطوط الحمراء، هذه خطوط صفراء تكون عادة وياها. زين سؤال، which type of vehicle does this sign apply to؟ فهذا شوفون هنا هو دي يقصد به هذول الاسهم. فهذا من نشوف السيارة طبعا بين الارتفاع، السيارة يعني السيارة اللي ارتفاعها بين هذولا 4 متر او اكثر من 14 فيت، ما اعرف يعني شخص بيها هنا. فالمهم 4 متر 4.4 ما تطب من هذا او ما تدخل من هذا المكان، عادة يكون بريدج جسر فتشي يعني اكو، بحيث انه اسلاك مال كهرباء ممكن، فلازم انه الارتفاع مال سيارة. فالهاي فيكل الوايد تختلف الاسهم تكون بهالشكل، اعتقد هذا اللونج، والوايد الاسهم تكون للداخل رسمي يعني ما شاء الله عليه، فالاسهم تكون بهالشكل الارض، اوكي. فهذا بالنسبة للارض والطول، بس هنا هذا مش اللونج مش الوايد، الوايد الارض، اللونج الطول، ولا الهيفي هي الهاي. فالهاي فيكل اللي هو رقم سي. The triangular shapes above the below dimension indicate height restriction that applies to the road ahead. فهنا الارتفاع يعني هنا هذه المثلثات الصغيرة انه تشير ارتفاع السيارة اللي مسموح به. You must obey sign giving order. These signs are mostly in. طبعا الشيبس اللي هو نعطينا الجواب هنا اللي هي الدوائر الحمراء هي اللي الأشياء اللي orders الأشياء اللي ما نسويها طبعا. أكو ثلاثة أنواع هنا شرحها، الwarning اللي هي المثلثات، والorder الtriangular هي الwarn، الrectangle تنطينا information أو direction، والcircular تنطينا orders. بس اللي بيها 8 side اللي هي stop sign تختلف عنهم بها 8 أضلاع. فهذه بالنسبة للريد سيركل للدوائر. What does this sign mean؟ هذه العلامة طبعا احنا دائما ناخذ اللي تحت. فهنا تشوفون انه العشرين صارت عليها خطوط مكتوب end، فاذا شنو معناها؟ نعم معناها انتهت العشرين زون end. مش new speed limit ولا no vehicle over 30 ولا minimum speed، المينيموم تكون لونها ازرق. فهذه رقم D and end of 20 mile per hour zone. وبدت الثلاثين، انتهت العشرين وبدت الثلاثين. What does this sign mean؟ هذه العلامة هل هي maximum speed limit with traffic calming، minimum speed 20 cars only 20 cars؟ فهي طبعا الدوائر الحمراء والدوائر لونها ازرق دولة تبع السرعة، فنشيل عدد الكارز مو تمام، المينيموم تكون لونها ازرق، فبقت عندنا الماكسيموم اللي هي هنا 20 ترافيك كالمينج، لانه يعني اي شارع 20 معناته منطقة سكنية، فانه يخفض السرعة. هو يشرح لي اخذوا له اللقطة اللي نحب يشوف الشرح، يعني هو يقول لنا قريب السكول، قريب مناطق سكنية، البارك الحدائق ايضا يكون هذه الشارع به شارع 20. بالنسبه هذه shared route for pedal cycles and pedestrian only، route for pedal cycles only، separated track and path for pedal cycles and pedestrian،
pedal cycle on pedestrian prohibited. prohibited يعني ممنوع. هذه تجي ويا الدوائر الحمراء فرأسا نشيلها. وده تشوفون بايسكلات ومشاهد فإذا نشيل البايسكل الأونلي لأنه هنا مشترك. وهنا ده يقول separated مفصول معناته المفروض يكون خط بيناتهم فهذا مو مفصول. فهذا مشترك إنه هذا الطريق إنه يمشي به البايسكلات والمشاة سوية ماكو بيناتهم فاصل. فنعم الجواب الأول. What does this sign mean? You have priority, no motor vehicles, two-way traffic, no overtaking. طبعا ذكروا احنا هنا دائما التجاوز يكون على جهة اليمين. فهذه السيارة من جهة اليمين معناتها هنا ممنوع التجاوز فالنو اوفرتيكينج وسهل هذا انه ممنوع التجاوز عفوا ممنوع التجاوز على جهة اليمين نو اوفرتيكينج جواب رقم اربعة you have priority ذاك تكون بالمربع الازرق مستطيل الازرق العفو سهم ابيض نو موتور فيكل دائرة زرقاء تكون لون دائرة حمراء وداخلها موتور سايكل وسيارة تو واي ترافيك تعرفون هذا المثلث اللي هو سهم رايح وسهم راجع. Which of these signs means the national speed limit applies? الأول هو no entry. الثاني order تنطينا أو مرات يقول no vehicle يعني بهذا الشارع كل شيء ما يدخل بس المشاة أو البايسكل ينزل من البايسكل هنا no stopping وهذه تبع السرعة هذه بنشوفوها تعرفون بالموتور واي السرعة 70 بنشوفوها بالدول كارج واي تعرفون السرعة 70 بنشوفوها بالسنجل كارج واي السرعة 60 فهذه إنه ما يكتبون الأرقام هذه يخلوكم هذه العلامة وأنتوا لازم تعرفون نوع الشارع وتاخذون السرعة تبعه. What does this sign mean? هذه العلامة هل هي route for trams, give way to trams, route for buses, give way to buses. طبعا هذا احنا نشوف تعرفون الترام الترام يكون مرتبط بالسلك الكهربائي هذا حتى مالت السرعة تكون بهالشكل سودة خلينا نسويها نفس اللي عندكم بالتطبيق تكون بهالشكل وبداخلها 30 هذه السرعة مال الترام فهذا احنا قلنا اي شيء داخل الدائرة فاذا مو باصص نشيل الباصص واي شيء داخل الدائرة فهذا الروت اللي للشيء اللي داخل الدائرة فمش جيف واي الجيف واي يختلف هذا معناته روت فور ترام اونلي يعني اي شيء اخر ما بيدخل فقط الترام يدخل من هذا الشارع What does this sign mean? Roundabout, crossroad, no stopping, no entry. نعم في no stopping فهذا هو انه ممنوع التوقف عادة تكون خطوط حمراء جنب الرصيف وهذه الخطوط الحمراء انه ما نتوقف no stopping نهائيا no pick up, no drop off يعني لا ننزل لا نصعد لا نتوقف ممنوع الويتنج ممنوع الباركينج الخط الأحمر الواحد السنجل يكون مع أوقات no stopping during time هذا all time okay هذا كل الوقت double all time السنجل on sometime فهذا الرقم ثلاثة أو C ف don't stop except in an emergency فقط بحالات الطوارئ طبعا إذا اللي يتوقف لازم يفتح الهازارد لايت ويعني بعدين إذا صار مساءلة يشوف الحالة شنو بحالات الباص ممكن يتوقف هنا أكو باص ستوب الإمرجنسي سيارات الإسعاف الأمبيونس البوليس يتوقفون فقط 20 دقيقة يعني مو أكثر يكملون شغلهم ويروحون فهم هاي اللي يسموها كلير واي ممنوع التوقف نهائيا Which type of sign tells you not to do أشياء اللي ما بنعملها طبعا هسه شرحناها قبل شوية قلنا الدوائر اللي لونها أحمر هي أوردرات والأشياء اللي ممنوعة ريد أو معناتها نو أوكي هذه تنطيني instructions دائما تجي بالامتحان دائرة لونها أزرق فهذه معناتها تعليمات وهذه بالموتورواي وهذه بالدول كارجواي
بالنسبة هنا what does this sign mean؟ شنو هذه العلامة؟ bend to the right, road on the right closed, no traffic from the right, no right turn. شوف كلها خلها right، بس هنا احنا عرفنا right on معناتها no، فناخذ كلمة no اوكي ونشيل البقية. ف no traffic no no right turn، فاحنا نعرف هذا معناته turn right مو تمام، بينما هنا انه اللي يقول عليه سهم ف no right turn، فسهل احنا نفسرها احيانا هي تتفسر، فانه الجواب رقم 4 no right turn. The no right sign may be used to warn road users that there is no entry prohibition on the road to the right ahead. يعني معناته ايضا هو no entry، يعني ما ندخل على الشارع اللي مأشرين عليه. What does this sign mean؟ اعتقد هذا الكل يعرفها، هي لما ممنوع الدخول، لما يشوفون هاي العلامة no entry، مش no through road، راح تجي العلامة no through road، وهنا مش no parking، no entry ما بندخل من هذا الشارع، عادة تكون من نهاية ال one way road. هنا الشرح طبعا no entry signs are used in places such as one way street، شوف هنا يستخدموها بالون، اجتهم بالامتحان انه هنا بالone way street to prevent vehicle driving against the traffic، يعني حتى السيارات ما تمشي عكس السير. To ignore one would be dangerous both of for yourself and other road user as well as being against the law. فاذا تدخلون من شارع هذا اذا دخلتوا، يعني عادة السيارات كلها تكون باتجاه واحد، فاذا دخلتوا فراح تعرضون نفسكم للخطر ويعتبر ضد القانون، فما بتدخلون اي شارع هو no entry. وهذه العلامة ايضا تتكرر هواي بالامتحان. فهنا انه waiting restriction، waiting permitted، permitted يعني مسبوح، restriction محدد ساعات اي ساعات لا. national speed limit نعرفها، هاي الدائرة لونها ابيض واسود، فإذا مو هي clear way no stopping، نعرفها ال no stopping اللي هي شفناها قبل شوية، هذه اللي هي X، فهذه هي اللي مش permitted وإنما restricted. فالجواب الأول إنه دائما تكون وياها أوقات تخبرنا إمتى مسموح، يعني هم طبعا يكتبون الأوقات الممنوعة باللوحة، فأنتوا تخرجون منها بقية الأوقات وتشوفون مسموح لو ممنوع. يعني فرضا إنه مكتوب من الأربعة للستة، فمن الأربعة للستة ممنوع، قبل الأربعة مسموح، بعد الستة مسموح، فهذه هي الفكرة من عندها. وطبعا مرات يكتبون الأيام، يعني يكتبون مثلا Monday to Friday، معناته إذا أنتوا السبت فتوقفون بأي وقت ما مشمولة، أو يكتبون Monday to Friday وأربعة للستة، وSunday مثلا يكتبون أربعة للخمسة، والSunday ما موجود، معناته السنداي تقدرون أي شيء اللي ما موجود تقدرون توقفون السيارة بيه، بس اللي موجود باللوحة ممنوع. What does this sign mean? Bus is turning, rings road, mini roundabout, keep right. نعم هذا أيضا سهل، mini roundabout اللي هي الدورات الصغيرة تكون رسم على الأرض، طبعا هي تكون عادة وبنهايتها خط متقطع، وأنتوا شو تسوون؟ تنطون طريق الناس اللي من جاي من اليمين، سواء roundabout سواء mini roundabout، give way from the right. احنا نعم سوري مينيموم، تعرفوا هذا اكيد الكل يعرفه، صار اللي حاضر محاضرات اليوتيوب موجوده كلها هذه ايضا، اللي هي مينيموم الدوائر اللي لونها ازرق، مينيموم سبيد الماكسيموم تكون دوائر لونها احمر، المينيموم تكون لونها ازرق. This sign shows where slow moving vehicles would impede the flow of traffic. For example in tunnels. However, if you need to slow down or even stop to avoid an incident or potential collision, you should do so. So هنا يقول هذه العلامة شوفوها لما لما السيارة بطيئة تسكر الشارع. Okay. فلهذا يخلون مثلا بالتنل، فيخلون هاي العلامات حتى يقول لك اقل سرعه مينيموم، يعني حتى هاي السياره البطيئه لا تصير بطيئه كلش، يعني لازم تبقى على سرعه الشارع، يعني اقل شيء 30، ما تمشي اقل من 30، عرفت شلون؟ يعني حتى يكون الشارع فلو يمشي بانسيابيه ما يعطل السير. What is the maximum speed on single carriageway؟
سنجل كارج واي للكارز، طبعا ما ذاكر كارز او هاي فنعتبرها كارز، طبعا 60، ولو تون كرفان تكون اقل تكون 50. السنجل كارج واي هو تو واي رود، يعني هنا يكون خطر طبعا وما بي رصيف، ممكن تلاقون مشاة بالشارع، ممكن تلاقون بيدستريان باتجاهكم، هورس وياكم يمشي بنفس الاتجاه، بايسكل يمشي بنفس الاتجاه، الديسابل ممكن، فلازم انه واحد ينتبه. If you are traveling on dual carriageway that becomes single, reduce your speed gradually so that you aren't exceeding the limit as you enter. There might not be a sign to remind you of the limits, so make sure you know what the speed limits are, so for different types of road and vehicles. يعني هنا اللي يقول انتبهوا، مرات انتم تمشون بدول كارجواي وبعدين يصير احادي، فلازم تخففون السرعه قبل ما تدخلون بالاحادي. يعني انتم داخلين بال مثلا هو السرعه 70 بالدول كارجواي، واحيانا فجاه ويصير سنجل، فلازم احنا قبل ما نوصل للسنجل احنا مخففين السرعه واصلين 60 لما ندخل بالسرعه المحدده للشارع، ما يكون أكثر طبعا حسب نوع السيارة أيضا. نو انتري أعتقد هذا كرر مكرر بغير صيغة، هذا نو انتري، ناشونال سبيد ليميت، ويتنج ريستريكشن، نو ستوبينج في النو انتري الأخير. ترافيك ساين جيفينج اوردر ار جنرالي، أيضا هذا مكرر، الاوردر هذه تنطينا اوردر، هذه وورنينج، هذه يعني تورست اتراكشن مرات اذا يكون لونها جوزي، وهذه بالنسبه حسب يعني اللي موجود بيها، فالمثلثات وورنينج والترانجل وورنينج والدوائر اوردر رايت اوم معناتها نو. هذا ايضا شرحنا عليه، what does this sign mean give way to oncoming vehicle approaching traffic passes you on both sides turn off at the next available junction pass either side to get same destination. فنعم الأخير اللي هو دي إنه تروحون من يمين أو يسار بتوصلون نفس العمارة، أنا دائما أسميها destination. بالنسبة هذه العلامة ذكروا إنه أي شيء بداخل الدائرة معناتها نو، ندور نو. No cars, no motor vehicle. هنا motorcycle only، هذاك الدائرة لونها أزرق. Cars only، ماكو cars only. ولا no cars، هذا no motorcycle. معناته السيارات تدخل، بايسكل يدخل، أي شيء آخر بيدخل. هذه اللي أيضا شرحنا عليها بتنطينا instructions، تنطينا اللي هي رقم دي. الموتور واي انتبهوا مش لونها ازرق، تكون لونها عفوا لونها ازرق بس تكون مستطيلات كبيرة، هذه الموتور واي. الكار بارك تكون مستطيلات صغيرة مكتوب عليها بي بداخلها بالابيض، مش انفورميشن، هذه هي انستركشنز، مانديتوري انستركشن، احيانا كومبلسري يعني اجباري، اشياء اجبارية الاشياء اللي بنعملها المسموحة. فهذا بالنسبة لل بعد اكو واحد هنا، what does this traffic mean no overtaking، عرفناها no overtaking لما تكون سيارتين. give a priority to oncoming traffic، traffic two way traffic one way traffic only. فهذا عفية بي انه give priority to oncoming traffic، بنعطي الاولوية عادة يكون obstruction بالشارع. شنو الobstruction؟ يعني مثلا تطلعوا هذا الشارع وانتم تمشون بهذا الاتجاه واكو سياره باركت هنا وفي سياره امامكم، فلما يكون الاوبستراكشن من اتجاهكم اعتيادي هذول لهم الاولويه، هذول يطلعون وبعدين انتم تطلعون. ف تكون هاي العلامه اذا كان مثلا حديقه ثابته يعني، فتكون العلامه موجوده انه كيف واي للاونكمينج ترافيك. بالنسبه هذه العلامه ايضا من العلامات اللي تتكرر، هل هي نو اوفرتيكينج، عرفناها انه overtaking سيارتين تتجاوز واحدة الثانية. No motor vehicle clear way no stopping cars and motorcycle only. ال only يعني معناتها الدوائر اللي لونها ازرق، اذا كانت داخل دائرة ازرق تكون هذه يعني فقط هم اللي يدخلون، لكن هذه الممنوعة اوكي. No stopping عرفناها اللي هي الدائرة no stopping هذه بيها في، فهذه هي ال no motor vehicle allowed. هاي بالنسبة للأشياء اللي مهمة
جزء منها طبعا، هي مو كل العلامات اكو اللي بتجي تتكرر، ريفر ساي كي سايد ريفر، الهامب ان ذا رود بتتكرر، تي جنكشن، الكروس رود، الليفل كروسنج هواي تتكرر بالامتحان، النو ثرو رود، يعني هواي علامات واحد يدرب على نفسه عليها. وايضا يعني نحاول بالشارع لما نطلع بناخذ صور للعلامات الموجوده ونشوف تفسيرها، موجود بالتطبيق الفور ان ون، موجوده العلامات كلها اللي هي ساروي لكم اياها منين تطلعون عليه. بالنسبه هذا التطبيق، التطبيق الفور ان ون حلو. اكو هذه اللي هي هذه طبعا اللي تبراكتس الثيوري تيست والهازارد ب 85 فيديو بالاضافه الى الموك، يعني اكو غيرها اللي تتدربون. وهذه الروت ساين حلوه، الروت ساين. واكو طبعا الهاي واي كود يساعدكم تسوون له داونلود وتشوفون الاشياء اللي موجوده بيه. بس واللي حلو هو الروت ساين، الروت ساين تدخلون تشوفون فايند ماي ساين، كل شيء موجود هنا، تضغطون على اي واحده مثلا يرويكم حتى الصوره اللي بالشارع موجوده، يعني هذا هنا هذا الرينج رود، فاللي هو الدائره تكون موجوده بالمدن الكبيره حتى يحافظ على انسيابيه السير، فيخلون الرينج رود هذا هنا مثلا مثلث رود نارو. حلوه يعني اشياء وشرح طبعا عليها، اللي يحب حتى اللغات الضعيفه ممكن ياخذ له صوره ويترجمه، اللي يعني يحب الاطلاع. هذا مثلا بيشرح عليه انه temporary، هو هاي العلامه طبعا اسمها temporary مؤقت، maximum دائما بالموتورواي تكون maximum، فماكسيمم سبيد ليميت. ويشرح انه شنو الاشياء اللي يسويها السائق. فهنا holiday route، يعني شوفوا هنا أنا تبع العطلة، tourist attraction تبع العطلة، HR معناتها holiday route، وهذه يعني ما موجودة بأي تطبيق.